يا فين هي فين هو تنشوفو شنو هو العمل اللي خدمت الناس السيده عواطف حيار اللي تتقول ان الشركه ديالك كتحلالي فين هي المناضله شنو خدمت في العمل في المغرب على صعيد المغرب ظاهره تسول وهي جد خطيره تنشوفو الدار البيضاء كيفاش دايره شنو قامت باش الرقمانه نقي باش تدوزي الرقمانه لا بيوريفيكاسيون علاش ندوزو الرقمانه ميمكنش نخليو هذاك الشيء اسود وندوزو الرقمانه وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.